السلام عليكم، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم مربى اللي هو مربى الطماطم. بزاف ديال الناس ما تعرفوش، ولكن صدقوني هو اروع والد كونفيتور غتذوقوه ان شاء الله. ولا جربتوه غادي يولي معتمد عندكم وما غتقدروش تستغناو عليه. كيلو ديال الطماطم عندي انايا هنايا، طماط سوغيز. يمكن لكم تاخذوا طماطم كبروا من هكا شويه، ماشي اشكال. كنكون هنايا منظفاها مزيان حتى تتقطر في شبيكه. كنحتاج نصف الكميه ديال السكر، يعني نص كيلو. عندي عويده ديال القرفه، صاشي ديال الفاني، وعندي كذلك كيردون. نبداو على بركة الله. كناخد طوماط سوغيز ديالي، كنثقبها بهداك الكوردون على هاد الشكل. يعني العملية سهلة، مكتحتاجش مجهود، بسيطة. الا كانت عندنا طماطم كبر من هكا شويه، ما كنحتاجوش نتقبوها. كنقسموها على جوج وكنحيدوا لهاديك البلاصه البيضاء. صافي، كنديروا ليها نفس الطريقه. اولا اللي ما عندهاش الكيردون كتحيد لي داك الرويس الفوقاني بالموس، حتى هي كتجي اسهل. باش ملي نضيفو لها السكر يهبط لينا الماء ديال المطيشه ولينا سيرو. هداك السيرو هو فاش كطيب لينا الطماطم ديالنا. هنايا يمكن لينا نتقب مطيشة بالكيردون أو لا نديرو لها الطريقة بالموس، يعني نفس النتيجة بحال بحال. تنستمر بنفس الطريقة حتى تنكمل الكمية اللي عندي كاملة ديال الطماط السوغيز. كما سبق وقلت عندي كيلو ديال الطماطم، كنضيف لها نص كيلو ديال السكر الخشن، صاشي ديال الفاني. عندي عويدة ديال القرفة كنديرو من حسب الذوق، يعني انا هنا كترت القرفة حيت غادي نحيدها ملي تبغي طيب. الا بغيتو طيبوها معها كديرو غير عويد ولا جوج. كنرشو واحد القريصة ديال الملح. كنحركو السكر ومطيشة ديالنا مزيان حتى تتلبس مطيشة بالسكر. كنخليوها ليلة كاملة كل مرة كنحركوها. في الصباح كنلقاوها طلقات السيرو ديالها على هاد الشكل، ريحتها تبارك الله غزالة كتحمق. ديك النسمة ديال القرفة والفاني. كنديرو طنجرة فوق النار، كنزلو فيها مطيشة، كيجي الشكل ديالها بحال هكا. يعني داك الما كافي باش تطيب فيه. ما شاء الله تلقات السيرو. هنايا كنغطيو الطنجرة
شويه ماشي بالكامل، واحد 15 دقيقه تتحيدي ديك الروبه، من بعد كنخليوها تكمل الطياب، تنسدو عليها تنخليوها تكمل الطياب ديالها ربع ساعه اخرى على نار هادئه جدا. هنا الكونفيتور ديالنا وجد، تبارك الله ما شاء الله، اللون ديالو جميل والمذاق ديالو لذيذ بزاف. 9 سنين هادي وانا كنصايبو، اللي تقو ما تعرفوش ديال المطيشة، تنفعنا بزاف مع الوليدات والفطور، يعني شي حاجة مصوبينها في الدار ما عارفين شنو فيها، ما فيها مواد حافظه حتى شي حاجه. فرصه نستغلو مطشه موجوده بكثره وبقى رخيصه، كنتمنى البنات تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. من اول مره ان شاء الله ما بقاش غادي تستغناو عليه. هنا الكونفيتور ديالي من البرد كيجي ما شاء الله على هذا الشكل. كنتمنى حبيباتي ما تنساوش الدعم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الاعجاب.